الحاج جعفر البناي عنده الزبائن ديالو، هذا يجيبو يبني ليه دار، هذا يجيبو يدير ليه اصلاح، والامور غاديه مزيان والحياه 5-5. لكن واحد الفتره الحركه وقفات والحاج ما بقاش ضرب الضربه. طبعا الحاله الماديه ازمات عنده، والسيد كينفق على 4 الاولاد وبنت. البنت سميتها مريم، مريم طاحت مريضه بوصفير، الله ينجينا وينجيكم. وفي هذاك التاريخ كانوا الناس كيخافوا من شي حاجه سميتها بوصفير، لدرجه انهم كانوا كيعتبروه من الامراض الخطيره ومعذورين، لانه قتل شحال ديال الناس. مازال في هاد السنين راه الطب تطور والدواء موجود الحمد لله. المهم كانوا كيمشيو للمستشفيات عموميه والنتيجه ما مضموناش كيف ما كتعرفوا، واللي عنده الامكانيات كيمشي للمستشفى الامريكي. والحاج جعفر ما يكسبش ريال باش يداوي بنته مريم مسكينه. النهار على نهار كيزيد عليها الحال، الام تبكي وتنوح على بنتها، ما ليها الا الله والحاج جعفر تشكي عليهم. قال لها يا بنت الناس راه العين بصيره واليد قصيره، اصبري عليا غير شي يومين نخدم ولا ندبر على شي بريكول، ولا كاع وحلت وحلت راه ناخذ من عند شي صديق. بين ما نزلت رحمه الله وخدمت، وانت اصلا راك عارفه بلي راني غارق دين من شحال هادي. جعفر كانوا صحابو كيسلفوه ويصبروا عليه بين ما تحرك مسكين. المشكل هو الخدمه غاديه في النقصان، الله يجعل السلامه. تزير عليه الحبل وما بقاش قاد يرجع للناس فلوسهم. جا هذا المرض ديال بنته وكمل عليه، ولا ما حيلتو لهادي ما حيلتو لهاديك، الله يحسن العوان. المراه قالت لي عرفتي اش يجيك مليحه الحاج، انا عندي داك الذهيب اللي مخبياه لدوير الزمان، حنا ما بيناتناش فرق، ديه بيعو وما تشريه ليا حتى ان شاء الله يجيب لك الله الخدمه. راه البنيه غادي تضيع من بين يدينا ويلومونا الناس. بيع ذهبي وجيب ديك البركه نديو الدريه للمستشفى الامريكي. قالوا لي العيالات راه تما يداويوها مزيان، ها حنا عند الله ما قدامناش حل اخر. الغد ليه فاق في الصباح هز ذهب مراته غادي بيه للذهيبيه، ويلقى قدام باب الدار ورقه ديال الضو. عنده اجل ديال 3 ايام، الا ما خلص الشهور اللي تجمعوا عليه ديال الضو غادي يقطعوا عليه على الدار. الحاج داخل طلع عليه السكر. اللهم انا لا نسالك رد القضاء ولكن نسالك اللطف فيه، يا ربي ما حيلتي لهنا ما حيلتي لهيه، اش ندير في مصايبي اللي جات مجموعه؟ اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الصقع راك بفوق العود وعض الكلب من ظهره، استغفر الله العظيم. المهم مشى بعد الذهيب وجلس كيفكر مع راسه، قال غير شي يومين ويجيب الله شي خديمه باش نداوي بنتي، اهم حاجه في هاد الساعه هي نخلص الضو. اي لا قطعوا علينا الضو راه حريرتنا حريره. مشى خلص الضو وشاطوا ليه شي دريهمات، داكشي اللي شاط ما يداويش ليه بنته المريضه. هو يقول في نفسه انا شداني دابا للدار، تقجني المراه، فينا هما فلوس الذهب مشيتي لعبتي بيهم، اش نقول لها؟ ايوا قضيه هي هادي. جلس كيفكر كيفكر، يا ويلو اللي قال لمراته باللي خلص الضو من فلوس ذهبها. تقول لي انا مالي ومال الضو، انا راه ما سخيت بذهيبي اللي عزيز عليا وكنفتخر به في الحي غير باش ننقد بنيتك وبيتي اللي كتموت قدام عينيا. ما تقولش لي الضو، دبر لمحاينك معاه، خدام تسلف شوف حل، هذيك راه مسؤوليتك انت. بقى كيفكر كيفكر حتى توصل لواحد الفكره، خطه فريده من نوعها. اش دار خونا في الله؟ طوى هذيك الفاكتوره ديال الضو وبقى كيطوي حتى ولات مربع صغير. مشى عند الخياط قال لي غادي تدخل لي هاد الوريقه وسط جويب ديال الثوب وتخيط عليه بحال شي حجاب ولا سبوب، حيت هو الورقه ديال الضو ضروري خصو يحتفظ بها. ربما شي نهار يقولوا لي راك ما مخلصش الضو ديال الشهر الفلان فلاني، حيت خدمه مولين الضو كانت بدائيه، ما كان لا نظام معلوماتي ولا يحزنون، الخدمه عندهم كانت يدويه، والخطا كيوقع واللسان ما فيه عظم. قال في نفسه ندير هاد الطريقه باش نضرب عصفورين بحجر. قال الخياط عفاك صوب لي كيف ما قلت لك بحال شي حجاب او سبوب ودير ليه قنينبه باش هكا نقدروا نعلقوه في العنق. ناوي يلبسه هو في الوقت اللي باغي يحتفظ بالورقه ديال الضو، ويلبسوا الوليدات في الوقت اللي يكون شي واحد فيهم مريض. كي شفتو هو ما عندوش باش يديهم للطبيب ولا حتى باش يشري الدواء. النقطه اللي ممكن تساعده وتنجح ليه الخطه هي ان المعتقدات في ذاك الوقت منتشره باللي السبوب ممكن يعالج الامراض. فعلا خدا السبوب وداه للدار، غير وصل وتستقبلوا المراه باحسن استقبال. ابلغوات فين تعطلتي خليتيني واحله مع البنت، كل مره نقول دابا غادي تموت دابا غادي تعقدهم، اعتقناك بالذهب اللي نكسبوه، قلنا لك بيعو دغيا دغيا ورجع باش نديو الدريه للسبيطار، هادشي لا باقي فيها ما يتنقد. غادرتي رجليك في داك الصباط فتي الباب وقلتي من هنا دازو، غطستي. قال لها يا هاد المخلوقه نعلي الشيطان وبردي شويه نفهمك. قالت ليه قول اشنو؟ قال لها واد الذهب راني بعتو كيف ما اتفقنا وتشاورت مع الناس اللي كتفهم، قالوا لي شتي داك المستشفى الامريكي والله لا نفعك في بوصفير، وفي العود اللي تبقى تابع الاطباء وتطلعوا الهبوط حتى تموت ليك الدريه. هو في هذه اللحظه كينصب على السيده وكيضحك عليها، ولكن الاحداث جات تدريجيه وحيت باغي يسكتها باش ما كان. قال لها قالوا لي راه كاين واحد الفقيه الا مشى حتى صوب لك حجاب راه غير سويعات وتبرا وتنوض تجري. زاد وقال لها وانا راني شتعيت وتوكلت على الله وشريت لك الحجاب بفلوس الدب،
قالت ليه ها؟ فكرت بينها وبين نفسها دغيا دغيا، قالت وعلاش لا، هذا فقيه مزيان وشاكرينو الناس، مع السي الحاج تبارك الله عليه مفبرك ليها روبورتاج متقون على فقيهو. قالت ليه واخا، عطينا الحجاب سيدي. لبساتو ديك الساعه البنت مريم، فاقوا الغد ليه في الصباح لقاو الدريه نايضه موقده وصحتها على احسن ما يوران، ولات طبيعيه وكتاكل وتشرب عادي. المراه بدات تزغرت بالفرحه، ولكن مستغربه من الحجاب اللي جاها. شدت راجلها سولاتو، قول لي شكون هذا الفقيه؟ قال لها سكتي. الفقيه قال لي وياك تذكر سميتي لشي مخلوق. قالت ليه وعليه، ولكن صراحه هذا هو الفقيه والا فلا. الغد ليه جات عندها جارتها، الجيران عرفوا بلي مريم اللي كانت مريضه من المده هادي عاد اصبحت واقفه على رجليها وتشافات. الجاره قالت ليها قولي ليا، سمعنا بلي مريم تشافات على سلامتها، اش من دواء كنتو كتعطيوها؟ قالت ليها لا ما كاين لا دواء لا والو، جبنا حجاب من عند واحد الفقيه، والمشكله هي الفقيه ما باغيناش نذكروا سميتو، بغاها تبقى سر وانا براسي ما عرفهاش، وهاد السبوب يا جارتي حبيبتي راني بايعه عليه ذهبي كله. قالت ليها الجاره والله يحفظ لك وليدات كلهم ومريم، الا ما تسلفيه ليا راه ولدي مسكين مريض ومهلوك وما خليت حتى دواء ما عطيتو ليه. قالت ليها ولكن قضي ورجعيه ليا، الله يجيب الشفاء لوليدك. عطاتها الحجاب، مشات الجاره لبساتو لولدها. النهار الثاني بقدره قادر الدري صبح بخير وعلى خير وما كيشكي من التمرض، الصدفه بحال غيرها وصافي، او اختبار من الله عز وجل وقوه الاعتقاد. وانتم عارفين بلي الحجاب ما فيه والو، ملي تشافت مريم كانت القضيه عاديه، ولكن ملي ولد جارتهم لبس الحجاب اليوم وناض كيجري الغد ليه، هذه حاجه اخرى. داع الاخبار في المدينه كامله، كل شيء داوي على الحجاب، داك الحجاب اللي كيداوي المريض في نهار واحد حاجه خياليه، شي كيعاود لشي وكل واحد كيزيد شويه من عنده، وهذا فقيه عنده البركه وكذا وكذا الى اخره. لا حول ولا قوه الا بالله. ويجيو ليك البشريه ويديروا صف طويل قدام دار ام مريم. الحاج جعفر البنا يبدا يخاف على راسه، تورط حيت هو اللي عارف السر ديال الحجاب وورقه الضوء، واش يقدر يعترف لمولاس الدار؟ محال. دابا هو ملي كان الامر يلاه في البدايات ما داهاش في العيالات، هادو عيالات داوين بيناتهم يدبروا راسهم ماشي شغلي فيهم، ولكن دابا الريحه عطات الواعره يكثروا عليه الزبائن حتى في خدمته ديال البني، وكل مره جاي واحد عافاك الحاج بغيت تبني ليا واحد البيت، راه كنعرف المعلمين ولكن فضلتك انت حيت معاك البركه تبارك الله. يا الله هسي. غير هو الامور الماديه مشات معاه بخير وعلى خير، حتى مولات الحجاب ولات غير دايعه وتعاود العيالات. هاد السبوب هو اللي فتح باب الرزق لراجلي، هاد الحجاب هو اللي داوى ليا بنتي ولاد جيراني ولاد فاميلتي. الحجاب زاد عليه الطلب والعيالات كيطلبوا ويرغبوا ويزاوقوا، عافاك عطينا الحجاب. اش درت لهم؟ ما كتعطيه لهم حتى يخلصوا الكرا زائد التامين، باش تضمن باللي ما يوضروه ولا يسرقوه ولا يتعرض لاي ضرر ولا يحلوا ليه الخيط مثلا. والناس مساكنها اللي عنده مريض في الدار، هاللي اش من مشكل عنده، ما بقاش عندهم المانع يخلصوا اللي فراس مالهم، غير يا ترى توصلهم النوبه وياخذوا الحكمه من دار الحاج جعفر البناي. ام مريم دخلت الفلوس ديال الهبال وما بقات لاقيه فين تحطهم، تكب عليها البشر وبدات الناس تجي من دول اخرى. حماضه القضيه عند جعفر. واحد النهار جات عند اخته، شوف اخويا ديك المراه عندك راه ما تحمل لي ما نحملها، دابا ولدي مريض وانا محتاجه داك السبوب اللي البراني داوي عليه، ومراتك زايده فيه ولات مغليه الثمن، وانا محال تعطيه ليا واخا نصبق ليها الفلوس، بحال والو كاع تزيد عليا، راك انت عارفها ما كتحملش فيا الشعره، والله يرحم الوالد والوالده الا ما تمشي تجيب لينا الحجاب. مشى عند المراه قال لها عافاك الا ما تنسي ديك العداوه اللي بينك وبين اختي، دابا الامر راه كيتعلق بولدها اللي مريض مسكين وراه في ازمه حتى هي، اعطيها الحجاب الله يرضي عليك. كيحاول يدير الخاطر لاختو ومراته، وفي نفس الوقت راه كاتم السر. واش يفضح راسو؟ لا، الناس راه ولاو كيكريو داك العجب من عنده بالدقه على النيف، وما غاديش يتشوه غير هو، حتى مراته ولات مشاركه في المسرحيه. جات اختو قالت لها ام مريم شوفي والله كون موجه الحاج لا فرحتي بهذا السبوب، كتعرفيني فاقده فيك الثقه من زمان، يلاه ديه قضي به ورجعيه، ولكن شوفي فيا وياك تلعبي فيه ولا تفتحيه ولا تسلفيه لشي حد، ردي بالك. قالت لها كوني هانيه كنوعدك، يتشافى ولدي ونرجع لك التويشيه. اداته لبساته لولدها، يومين الدري ناض كينقز، وهي تقول بسم الله الرحمن الرحيم، هذا حجاب ولا شنو هو؟ يوقع اللي بغى يوقع، انا ضروري خصني نعرف اش كاين في هذا الحجاب. ما بقاتش تفكر بزاف، جلست وبدات تفك الخيوط، خرجت الوريقه فاكتوره ديال الضوء. وما قدراتش تصدق عينيها، رجعت الوريقه لبلاصتها وراسها داخ عليها. يا طالب اكتب لي حجاب نبرا، سلطان اللعب كانت ولا ما جاتو، لا تعيب كتوب ولا تزيد هضرا، سلطان اللعب يك هي واتاتو.
خيطت من جديد بخيط تقريبا كيشبه الخيط الاول اللي كان في الحجاب، ورجعت الحجاب لام مريم. المراه بقوت ما هذا الحجاب ولا بالنسبه ليها بحال مصباح صلاح الدين، ولا بحال شي كنز ولات حافظاه مزيان، حتى الخيوط باش مخيط حافظاهم. غير شافته تقول لها اقسم بالله حتى فتحتي هذا الحجاب، والا ما كنتي فتحتيه الله يرزيني في صحيحتي وفي وليداتي، ودابا تحضري داكشي اللي خديتي من الحجاب. الاخرى كتحلف وتعطي القلبها، لا والله ما خديت منه حاجه. قالت لها شوفي ماشي هذا الخيط اللي كان فيه. ملي شافت راسها حصلت اعترفات، قالت لها انا راه غير فكيت الخيط ولكن عاود تخيطته من جديد. اش داك تفتحيه؟ ولات مشكله، هادي تغوت من هنا الاخرى تغوت من ليه. الحاج حصل بيناتهم، كيبان ليه بلي كلشي غادي يتفضح. اختو دارت عند مراته وهي تقول لها سيري يا الشفاره يا النصابه يا اللي ما تحشمي ما تستحياي، دايره ورقه ديال الضو وسط الحجاب. وام مريم تقول لها انت هي الشفاره والنصابه، سرقه الحجاب ودايره فيه ورقه ديال الضو. يواجي انت فهمهم. الحاج جعفر البناي واقف بيناتهم وحط يدو على راسه، وفي هذه اللحظه ولا مضطر يفرقع الرمانه وينهي المنامه. قال لها وا مولات الدار، الحجاب راه فعلا كانت فيه ورقه ديال الضو، وانا اللي كنت خايف منك وما بغيتكش تعصبي عليا داك النهار، وحكيت لك قصه الحجاب اللي كلها كذوب في كذوب. الله يسمح ليا، انا اللي مخيطو عند الخياط صاحبي وجايبو ليك، وانا بصراحه ما عرفتش كيفاش هاد الناس امنوا به وداروا عليه هاد القيامه كلها، وما فهمش حتى كيفاش كان كيعالجهم، ربما نفسيا وبقوه الاعتقاد اللي عندهم فيه. ايوا انتشرت الحكايه في المدينه كلها، وعرفوا بلي هما كاملين كانوا ضحيه خرافه، وخبرتي مشات مع الواد. هذه قصة حقيقية وقعت عام 1972 في مدينة النعيم البحرينية. تحياتي للناس البحرين وكل المتابعين من بقاع العالم، شكرا. يا طالب اكتب لي حجاب نبرا، سلطان اللعب كانت ولا ما جاتو، لا تعيب كتوب ولا تزيد هضرا، سلطان اللعب يك هي وتاتو. هي 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 هي